من تشابي الونسو ومسعود اوزيل في تنفيذ الركنيه هذه للريال. اوزيل اين يضع هذه الركنيه القائمه الاول؟ فاران يسجل اول اهدافه التاريخيه مع الريال الفرنسي الصغير 19 سنه القادم من نادي لونس يسجل هدفه الاول مع الريال 4-2 لريال مدريد من فاران. فاران الذي اشتراه الريال ب 10 مليون يورو قبل العقد في الايام التي كان يجتاز فيها شهاده البكالوريا التي تحصل عليها بامتياز فاران. نعم فاران يسجل هدفا لصالح الريال يسجل الهدف بالعقب ينقذ به الريال 4-2 لريال مدريد امام فاليكان.